مرحبا، اليوم معنا نضال العسعس، هاي كيفك؟ الفاوندر لزي لونش باد، مؤسس زي لونش باد، وهي ثانك يو. اول مكان بجمع كووركينج سبيس نحكي لها، بتجمع موظفين وبتسمح للناس ياخذوا مساحه يشتغلوا فيها باسعار تفضيليه. اهلا وسهلا فيك نضال. شكرا. تحكي لنا ايش هي زي لونش باد وايش اللي دفعك لتاسيسها؟ زي لونش باد هي مكان عمل مشترك عشان الناس يجوا يقدروا يشتغلوا مع بعض ويتعاونوا مع بعض عشان يكون عندهم التكلفة منخفضة ليقدروا يخدموا الأعمال الصغيرة والمتوسطة. فالهدف منها بالأخير إنه كمان نمكن الشباب اللي بدهم يتابعوا أحلامهم وخايفين مش عارفين ياخذوا هذه الخطوة، فشو بيسووا؟ بيجوا هنا بتعاونوا مع بعض، ومش ضروري بس الشباب، يمكن في ناس تقرر يترك شغله ببلش من هذا الأساس عشان يقدر يخدم نفسه بالأول ويتابع حلمه، ومن خلال إشي بحبه، لأنه اللي بيشتغل بإشي بحبه بنجح أكثر من اللي بيشتغل بشغلة ما بستمتع فيها. ونحكي شوي عن استراتيجية المحيط الأزرق اللي هي Blue Ocean Strategy. أنت من خلالها قدرت تدخل وتكتشف أسواق جديدة بالمنطقة، أو من خلال عملك وخبرتك القديمة بتقدر تحكي لنا عن كيف قمت بتطبيق هذه الاستراتيجية خلال حياتك؟ أوكي. هلا اول شيء انا بدي احكي شغله كثير مهمه بالنسبه لي، طبعا مهمه، بعرفش اذا الناس تاني مهمه. انا بامن بحضاره الـ 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 الاداء مش حضاره الاستحقاق، وعشان هيك حتى كثير ناس، انا عندي زي حركه او قبيله بسموها قبيله التشيف ماهو، واللي هي بترفض كلمه الماهو اللي هي العذر، وبدها تحول الشيء المهول بحياتها. اي انسان بيرفض حضارة الاستحقاق دائما بلاقي مجال يبدع فيه آخرين لم يبدعوا فيه. ليش؟ لأنه أنت لما بتتبع مسار غيرك كتير سهل، وهو الكوبيينج، يعني إذا بتشوف إحنا عندنا بفتح محل شاورما 10 بفتحوا جنبه، فطبعا النجاح بيكون أقل والمخاطرة أقل. لكن لما انت تكون عارف قدراتك وعارف انه انت بتقدر تو ديليفر ريزلتس، بتقدر تستكشف شغلات لم يستكشفها الاخرين. وطبعا لما انت بتستكشف شغلات لم تستكشفها الاخرين بكون عندك انتاجك كثير اعلى والمردود كثير اعلى. وانا لما بحكي عن المردود ما بحكي بس مردود مادي. الواحد مرات بصير القناعه النفسيه والثقه بالنفس والحياه والانبساط ولذه العمل. فأنا من خلال يعني مسيرتي 25 سنة خلينا نقول بإدارة أكبر شركات الاستثمار والصناعة بحياتي، كنت ماشي على هذا المبدأ، ما بأخذ إشي for granted، إنه هذا مسلم به، ودائما أتحدى الواقع وأتحدى المسلم به، يا أما بالمنتجات يا أما بالخدمات. ودائما أنت لازم تضلك تطور، يعني ما بتقدر تقول والله هذه الخدمة وخلاص، لأنه الدنيا صارت كتير دايناميك ما بتقدر تقعد. فالفرق بين المحيط الأزرق والمحيط الأحمر، المحيط الأحمر زي ما بقولوا الدم للركب، منافسة شديدة والكل بتبح ببعض وفيش في ربة. المحيط الأزرق إنه لما أنت تبدع وتروح في مجال ثاني فبتلاقي مجالات ثانية. وفي شغلة أهم، إنه مش بالضرورة تنجح، الفشل هو الطريق للنجاح. رح تفشل أول مرة وثاني مرة، بس طالما أنت عندك قناعة وحب لهذا الموضوع لما بتنجح أخيرا بتنجح. والحمد لله مسيرتي واضحة بكل هالشركات، وحتى بهذا المشروع، هذا مشروع بلو أوشن أو محيط أزرق في الأردن، يعني لأنه لسه كونسبت المكان عمل مشترك والكولابريشن والكونفرجنس لسه جديد على البلد، فبده وقت. This is the way it works. You have to try. ما تقدر تستسلم بسهولة. ونحكي، خلينا نحكي شوي، ننتقل نحكي عن الاستثمار. الاستثمار في الشركات الناشئة في العالم العربي، برأيك وين وصلنا ووين راح نروح؟ خلينا أكون صريح معك، وأنا يمكن بعرفش إذا هذا الحكي لازم أحكيه ولا لا، وبدي ينحكى إنه أنا حكيت يمكن لازم ينحكي أو لا. ليش؟ لأنه كثير من المستثمرين بالشركات الناشئة هدفهم الاستثماري البحث هو المردود المادي وليس خلق الإبداع. وكمان سوري، مش عشان ممكن يلاقوا بريك ثرو معين، لسه عقلية المردود المادي هي الأساس. لأنه إحنا في هذا الجزء من العالم للأسف ما عندنا فلسفة البحث والتطوير اللي هي الـ R&D،
والار ان دي مرات تعرف دواء بيصرفوا عليه 2 بليون دولار عشان يطلعوا شيء صغير هالقد. فالاستثمار بالشركات الناشئه ما بيكون ما بيصير يكون بس على مبدا المردود المادي. وعشان هيك كثير من الشركات الناشئه والمستثمرين اللي فيها بعد فتره من الزمن بتلاقيهم بلش يصير في احتكاك وتوجيه اصابع الاتهام. لكن اذا بفكروا فيها انه ممكن يطلعوا بشيء مبدع وممكن هذا المبدع ما يجني ثمره اليوم بس يضل يطور في المستقبل بيصير. فانا هذه نظرتي للاستثمار بالشركات الناشئه. والاهم من الاستثمار بالشركات الناشئه انا برايي كيف يعملوا لازم يكون الاستثمار انه تعليم هاي الشركات الناشئه كيف تتعاون مع شركات ناشئه اخرى تكمل الاجزاء اللي عندها اللي مش مكتمله. فاحنا شو بيصير عندنا المستثمر بيستثمر بشركه واحده بس. انا الطريقه اللي عم بعملها حاليا بستثمر بهاي الشركه وبهاي الشركه وبجبرهم انه يكملوا بعض، وما بدهم يكملوا بعض من شروطي ما بكمل معهم. لانه ما بتقدر انت من زي ما بسموها ثوت بول واحده او كرييتيف بول واحده تطلع بشيء مبدع، فلازم تبول ذم. فكثير من هون من الانكيوبيترز اللي عمال بشوفه بتلاقي بنفس الانكيوبيتر بكون عده شركات تعمل نفس الشيء او مكمل لبعض بس في بيناتهم وولز. طب ديفيتس ذا هول بوينت. ونحكي اكثر عن شركتك للاستثمار SS4 فينتشر. اوكي، هذا موضوع شوي هو غريب شوي للكل. هلا انا بعد 25 سنه من المسار اللي خلينا نسميه المؤسسي، ويعني كان في نجاحات وفي تحديات وفي كل شيء، قررت بعد هالمسيره كلها انه الراسماليه بوضعها الحالي وبعد ما صار الازمه العالميه ب 2008 الواحد تعلم كثير شغلات، والصحوه العالميه اللي عم نشوفها بالعالم مثل اول شيء كانت نعرف كانت الثوره الزراعيه، بعدين الثوره الصناعيه، بعدين صارت ثوره المعلومات والاتمته، بعدين صارت في ثوره النولج او اللي هي وات وير اكسبيرينسينج توداي. واحنا هلا اي ثينك بلشنا على تيبينج بوينت تبعت موضوع الكونشسنس او الضمير، صحوه الضمير والحكمه والوزدم. فانا اكتشفت انا هذا الي، يعني ما عم بحكي انه هذا للكل، انه لازم يكون في هلا مسيره اسمها اللي هي كيرين كابيتاليزم او هيومين كابيتاليزم او اللي بنسميها الراسماليه المؤنسنه. فSS4 فينتشرز مبنيه على هذا الاساس، مبنيه على اساس انه لازم يكون في منفعه للجميع. وعشان هيك انا ما بامن في كل شركات اللي عم بعملها انه يكون في موظفين، كلياتهم اوتسورس ومبني عليهم كي بي ايز، وإلهم في المستقبل راح يكون ان شاء الله زي ما احنا عم نرتب بسموها شادو او فانتوم شيرز اللي هي بعرفش بالعربي بس انه اللي يصيروا جزء من هذه المؤسسه، لانه المعادله لازم تكون عادله للجميع. فايش استثمارات؟ فعملت في عندي اول استثمار هذا شخصي، استثمار العائله، عملت ريل استيت انفستمنت تراست في شركات برا الاردن، استثمرت شغلات باوروبا صغيره كلياتها. ما بدي ما عم بركز على مشاريع كثير هيوج عشان برضه ما اصفي عبد لها كمان. ما هو الناس ايش بتسوي؟ بصفي بدها تكبر 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 وبتصفي عبد لمشاريعها وبترجع تضحي بايش؟ بمبادئها من اول وجديد لانه كبر المشروع كثير. فانا من هون هون واحنا لا يعني ام فوكسينج اون كنترول سمول ريفينيو جنريتنج انفستمنتس بس. وبرايك كيف لازم يتعامل اصحاب الشركات الناشئه مع المستثمرين اللي بيستثمروا بشركاتهم؟ ال شوف اذا الشركات هاي الناشئه عندها فكره، واحنا انا بنصح الكل يقرا كتاب اسمه بزنس ات ذا سبيد سوري هول نيو مايند لدانيال بينك. احنا في عالم الافكار وليس بعالم المنتجات. وي موفد اواي. يعني ابل ما عندهم مصانع بس they create products. فانا بقول اي شركه ناشئه عندها فكره مميزه وبنفس الوقت عارفين شغلهم 100% ودارسين درسهم لازم يختاروا مستثمر بكملهم مش مادي فقط. شخصيتهم تركب على شخصيته، بفهم الفلسفه تبعتهم، الطينه تبعتهم موحده عشان تكون
الجيرني حلوه لانه كل الناس بيستنوا لينبسطوا بالجيرني بالاخير يعني زي اللي بده يروح على العقبه بضلوا منكد حاله يوصل العقبه. طب ما هو انا اون ذا باث للعقبه لازم انبسط واغني وكذا، فلازم يكون لما طريقه ثنائيه الاستثمر بس مش على طريق على مبدا الماده، الكيمستري لازم يكون موجود والابيليتي انه المستثمر فاهم عليهم. وكمان برجع للنقطة اللي حكيتها قبل شوي انه المستثمر ما يكون هدفه بس المردود المادي، لانه في ابس اند داونز بكل شركة ما بدك يتخلى عنك بنص الطريق. ونحكي عن في عندك حركة او مبدا اسمه المهوت ومهول، تحكي لنا شوي عنه وكيف ممكن الشركات الناشئة تتبناه عشان تنجح الشركات. شوف انت عم تستعمل كلمة الشركات الناشئة، اف اي انا بقول الأفكار الناشئة اللي ممكن تتحول لدخل مدر، لأنه اللي عمالي بلاحظه أنه الكل بده يأسس شركة ومن الشركة يجيب دخل. أنا بقول لازم تبلش بالأفكار والشباب اللي بيشتغلوا مع بعض وبعدين ببلشوا بشركات ناشئة. هلأ فلسفة المهول لمهول very simple، مهول معناتها العذر ومهول اللي هو الفظيع بالعربي. يعني إذا أنت ما بتستسلم بسهولة، لا يا انت يا شخص ناشئ او شركه ناشئه وبتحاول كل الطرق تلاقي حلول لانه في حل، if there's a will there's a way، بتنجح وما تستسلم. يعني كثير احنا عندنا زي ما قلت لك حضاره الاستحقاق مش الاداء. يا اخي مش ملاقي، طب كيف مش ملاقي؟ فتش اكثر، ريسيرش. احنا عايشين في عصر المعلومات، انت تو كليكس على جوجل بتطلع اللي بدك اياه. فانا ماي بوينت از إذا أنت ترفض كلمة، حتى اللي بيجيك بقول لك ما هو مش ظابطة معي، إذا بتطلق ترفض كلمة ما هو بتلاقي حلول. يعني في كتير شغلات ببلادنا وبرا كتير ناس بيستسلموا على شغلات هم بيقدروا يحلوها. فأنا I believe لازم كل إنسان دائما يطلع بالمراية كل يوم الصبح ويقول لا أنا ما برضى هذا الجواب، لازم يكون في حل. زي اللي لقى حل، اللي طلع الكيوريوسيتي على مارس، طلعها من الارض لمارس ونزلها وصارت تسوق على مارس، اوكي اكمن ما هو كان بقدر اقول ما بتزبطش، صح؟ نفس الشيء في البزنس. بل اصلا شو الفرق بين الموظف والبزنس مان؟ الموظف بمشي مع الامور كما هي، اوكي. البزنس مان الناجح مش بضروري بس بالمادة، أو المنجز أو المبدع أو المخترع، ما بقبل الجواب إنه لا. فأنا دائما بحكي شغلة كتير 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 مهمة، وهاي في كتاب اسمه Rich Dad Poor Dad وبنصح الكل برضو يقرأ. هلأ Rich doesn't mean إنه غني بالمادة، غني بالفكر وبالإنجاز، والPoor إنه المستسلم. فمعلش بدي أحكي لك هالقصة يمكن يكون فيها عبرة. لما بيجي الولد لأبوه البور بقول له بابا بدي أشتري هاي الشغلة بس ما معي أشتريها، أبوه بقول له معلش ما أنت معكش وإحنا معناش بلاش. الريتش داد جيم بأكد مش الريتش بس المادة، أو مش المادة بكون بالفكر أصلا، بوجه بقول لأبوه بابا بدي أشتري هاي الشغلة بس ما معي، بقول له نعم ممنوع تحكي لي ما معي مصاري، فكر كيف بتقدر تشتريها. فإذا بتلاحظ الفرق كيف البرمجة بتصير من الصغير. الشغلة الثانية برضو الفرق بين الريتش داد والبور داد، هاي كلها بالمهول والمهول، إنه البور مش البور الفقراء بالمادة، الفوق بالفكر وبالإنجاز. بضل أعيد هاي النقطة لأن الناس مرات بفهموني غلط بهالأمور. بيجي الأهل البور بيستثمروا بأولادهم بأحسن جامعات، بيسفروهم، بيسووا كل إشي، ليش؟ عشان يشتغلوا بأحسن شركة بس يتخرجوا. الريتش داد بيعملوا نفس الشيء لأولادهم، صح؟ بس الفرق عشان يشتروا أحسن شركة. هلا إيش يعني يشتروا أحسن شركة؟ مش إنه يشتروا فورتشن 500 كومباني، لا، إنه يعملوا البزنس تبعهم ويبدعوا. فهي هي هي فلسفة التفكير، إنه الواحد مخه زي العضلات، إذا بضله يستعمله ويلاقي حلول بقوى، بيستسلم بأمر الواقع ما عمره بصير. وهذا هو الفرق بين المهو والمهول. حضرتك ترأست مناصب إدارية بأكبر الشركات العالمية والكوربوريتس الكبيرة بالعالم العربي وبرا، تحكي لنا إيش أهم الشغلات اللي تعلمتها خلال عملك بهيك شركة؟
انه اهم سكيل الانسان لازم تكون عنده اهم يعني صفه انه يكون عنده حسن السمع. اللي بسمع كويس للي قدامه مش ضروري يمشي زي ما بده، بس لازم تتعلم كيف تسمع وتفهم اللي قدامك. هاي انا اي ثينك رول نمبر 1 علمت حالي عليها كثير. اثنين انه ما تدير الشغل بكبريائك، افصل بين شخصك وبين شغلك. اذا انا بجي بقول لك يا اخي شغلك مش منيح، اللي عملته غلط، لازم تعمل هيك، بدي اياها بكره على مكتب الساعه 8 الصبح، ما مش معناته عم بحكي لك يلعن ابوك، يعني مش عم بسبك، انا عم بحكي عن فعلك مش عن شخصك. ف احد اسباب النجاح اللي بشوفها لاي يعني واللي تعلمته لنفسي كثير وبنصح الاخرين فيه، يفصلوا كبرياءهم بالعمل، مش مبادئهم. دير بالك مش مبادئك واخلاقياتك، انا بحكي الكبرياء الايجو بسموه. هدول انا الشغلتين اساسيات. ودائما اذا انت في مؤسسه لازم تشتغل كانك مالك وتتصرف كانك مالك. اذا وصلت مرحله فقدت قناعتك وايمانك بالمؤسسه اللي انت فيها، ما بصير تاخذ رزقك منها وانت قاعد فيها تحكي عليها، يعني تترك. وما عمرك توصل لمستوى من الامن الوظيفي العالي اللي بوصلك لمرحله الكسل وخايف وبتنسى شو هي قدراتك. فدائما لازم ما توصل لمرحله من الامن الوظيفي والراحه الوظيفيه اللي خلص تصير خايف تاخذ خطوات جريئه بحياتك. ونحكي عن تعيين الاشخاص باي شركه ناشئه، برايك ايش افضل وسيله لازم تتبعها الشركات الناشئه ليلاقوا افضل المواهب وافضل الاشخاص يعينوها معهم؟ انا بدي اقول لك شغله، اهم شيء باي واحد لما بدنا نعينه انا كنت اطلع عليه اللي هو الاتيتيود تبعه، واللي هي او بسموه طريقه تعامله او نفسيته او نظرته للامور. يعني كان يجينا ناس عندهم مؤهلات عاليه وخبرات اعلى، لكن ما بيعرفوا يتعاملوا مع الناس، ما بيعرفوا يوظفوا اللي حواليهم، ما بيعرفوا يوظفوا خبراتهم ليعطوا نتائج، مش مهم هذا الحكي. فاهم شيء الاتيتيود. يعني انا يعني كل الناس بيقعدوا بالانترفيوز بيسالوه شو خبرتك بهاي وشو خبرتك بهاي، يا عمي ما هو خلص اذا معاه الشهادات وحاكي خبرته، اذا هو حكى انه انا عندي هالخبرات وقدم لك فيها، اذا طلع ما عندوش اياها بعدين مشكلته جنبه على جنبه. انا بقول تركز تفهم الشخص اللي قدامك مين هو، خلفيته، تفكيره، تطلعاته، آراءه، واهم شيء يكون جزء مكمل للتيم اللي عندك. هاي النظره. اما كل شيء ثاني برايي بالاخير بتحطه، بقول لك زي ما بقول لك صوته زي البطه وشكله زي البطه وبيحكي زي البطه، بعدين بتحطه بالماء بيطلع جاجه بغرق، شو بدك فيه؟ اوكي. فانا اللي بقوله اهم شيء، اهم شيء بالتعيين للشباب انه يكون الاتيتيود تبعهم ممتاز، ويننج اتيتيود وهيلبينج اتيتيود. بعدين شغله ثانيه انه تتاكد انه بيقبل الدايفرسيتي. يعني كل الشركات او كل الناس بقول لك هذا هيك وهذا هيك، لازم يكون في تنوع اصلا، لازم يكونوا كالرفل، لازم يكون واحد بس بيشتغل هاي الشغله وما عندوش ابداع، هذا عنده ابداع، هذا بس بيعرف هاي، لازم يكون التيم كالرفل. ما بصير انت تقعد تنقي تيم لازم يكون كله نفس الشيء عشان يكملوا بعض. فذيس از وات اي ثينك. واحدة من أهم الشغلات بأي مشروع ناشئ اللي هي العلامة التجارية. نعم. برأيك إيش في أحسن طريقة عشان الشركات الناشئة أو المشاريع الناشئة تبني علامة تجارية قوية، وكيف بتقدر تنمي علامتها التجارية اللي موجودة أصلاً؟ أنا كلمة علامة تجارية ما بحبها، لأنه كتير ناس بتبني علامات تجارية بس هي فقط علامة تجارية. أنا I believe في شيء اسمه delivering the promise behind the brand، أو تحقيق الوعد خلف هاي العلامة التجارية. إذا أنت بتوعد أي إنسان
انه انا والله علامتي التجاريه هاي بتسوي هيك 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 او بتحقق لك الاكتفاء، اثنين لازم تو بي ايبل تو ديليفر ات، ومش بس انك تقدر توصله هالبراند او هالسلعه اللي بتحمل هذا البراند من منطلق بس انه والله كمنتج، الاكسبيرينس يعني التفاعل تبع الكاستمر تبعك حتى لو انها سيرفيس لازم يكون متكامل قبل ما يشتري المنتج، لما يشتري المنتج، بعد ما يشتري المنتج منك حتى او الخدمه، وانت كمان كمؤسسه تكون عايش معطيات هذا البراند. يعني ما بصير تقول انا عندي كواليتي براند ويجي عندك على مكاتبك مزبله تكون، ما بصير تقول انا والله انا اي انهانس يور اكسبيرينس ان لايف وانا بحسن حياتك، مثلا خلينا نقول منتج، خلينا نقول للبشره ولا ابصر شو، ولما يحكوا تليفون مع الريسبشنست وبزبطش. فهي البراند العلامه التجاريه از جست وان ثينج، هي لازم تكون متكامله 360 درجه من الاكسبيرينس تبعت المستهلك او اللي انت بتقدم له الخدمه تكون متكامله من الالف الى الياء، ما بصير تكون بس مركزة على العلامة التجارية. هي طريقة، هي حضارة الشركة والدي ان اي تبعت الشركة والتعامل من الحمام تبع الشركة للسائق اللي بوصل السلعة لا كاملة، تعامل الموظفين مع بعض. That's what I believe اللي بيخلي علامة تجارية تنجح، اللي بيكون behind her مش العلامة نفسها، خبرة المستهلك حواليها. وانت احد المرشدين في شبكه وبرنامج تدريب اوسس 500. نعم. بتشوف كثير شركات ناس او بتشوف كثير رياديين من خلال البرنامج هذا، برايك ايش اهم الاخطاء او الاخطاء الشائعه اللي بوقع فيها كل الرياديين بمراحلهم الاولى؟ تركيزهم على الماده. كثير ناس بدهم تو مونتايز فيري فاست، بعدين الخطط اللي بحطوها مش واقعيه، لانه تركيزهم مرات لارضاء المستثمر، فبقعدوا يحطوا خطط بيوندم بدل ما يركزوا على فرديه الفكره وابداعها وكيف الستوري بيهايند ات. يعني خلينا اقول لك شغله، انا بتقدر تقول انا عندي شركه وكذا وكذا وكذا، طب شو قصتك؟ يعني انت اذا بتشوف واحد بالشارع صاحبك صار مستهلك بتقول له شو بتسوي؟ لازم تحكي له قصتك ان ليس ذان 1 مينت. كثير منهم بيقدروش يحكوا قصتهم شو هم ان ليس ذان 1 مينت اللي يقنعوك بفكرتهم. يعني انا باجي بقول لك انا عندي كريم بقلب لك حياتك، خلص لقطتك. هلا انت فاهم علي بس انا بحكي كونسبشولي. فمثلا انا بقول هون بالزين واش باد بقول ذيس از يور رايت برين هيفن، انا ذيس از ماي ستوري، وام يعني كل شيء عم بخلقه حواليه انه يكون انه رايت برين هيفن للمبدعين. عشان هيك مش حاطط موظفين يتدخلوا فيهم، عشان هيك كل شيء كل واحد بتدخل حدا، يعني كل شيء لحالك سوي اللي بدك اياه. فهي هاي الشباب هذول اللي بيجوا بقدموا مرات منهم تركيزهم بس على الارقام وعلى بيمشوا على كليشيز بدل ما يقنعوك بقصه. هو اصلا انت هاو دو يو ليد بيبل وهاو دو يو بي ليد، تلحق اللي بيعطيك قصه مقنعه صح ولا لا؟ هي هاي القصه المقنعه بس. طيب نحكي شوي، زي لانش باد موجودة بالأردن بس وعم بتساعد الشركات أو المشاريع الناشئة إنها تلاقي مكان تشتغل فيه بأسعار منيحة كتير وفاسيلتيز عالية. كلنا بنعرف برضو إن السعودية هي أكبر الأسواق وبالمنطقة العربية، كيف تقدر الرياديين السعوديين أو أصحاب المشاريع الناشئة السعودية إنهم يبلشوا بمشاريعهم بدون ما يصرفوا مال كتير أو يدروا مال كتير من خلال شركات مثل زي لانش باد أو من خلال اتباع أساليب زي لانش باد؟ السعودية برأيي والرياديين بالسعودية في كتير منهم مبدعين، وأنا يعني صلي فترة عم بتبع شغلات معينة بالسعودية، بس اللي عم بنقصهم انه يكون في بيئه تخليهم يتفاعلوا مع بعض مش كافراد. فزي اللي بده يجيب خلينا نقول يخلق مكان، ومش ضروري يكون مكان فعلي، كان بمكان فيرتشوال اللي يخلي الناس تو اكستشينج ايدياز مع بعض، بس بنفس الوقت يكون عندهم قاعده يبلشوا حياتهم منها.
لأنه بتعرف الإنكم بير كابيتال السعودية كتير أعلى من أي محل يعني محلات تانية بالعالم. فخلنا نقول الهيردل تبعت إنه عدم قدرة إنك تفتح مكتب وتبلش مش هي. فلازم يكون في نوع من الإديوكيشن برأيي اللي وكيف الناس تقدر تتفاعل وتعمل كولابوريشن وكونفرجنس مع بعض وتكمل خبرات بعض عشان التعاون بعض كشباب بالأفكار الجديدة، إنه كل يوم في أفكار. فبرأيي بالسعودية بده يكون في محل هيك فري سبيريتد لهالشباب ما يحسوا فيه ستراكتشر كتير واللي يقدروا يتعاونوا فيه، وبنفس الوقت يكون عندهم الأدوات اللي تمكنهم إنه يستغلوا قاعدتهم في السعودية، قدراتهم في السعودية اللي وسعوا آفاقهم للأسواق الأجنبية. لأنه أنا شفت كتير مصانع بالسعودية وزرت كتير مصانع وكان عندنا مصانع بشركاتنا السابقة السعودية، يعني مثلا مصانعها من المصانع ذات الجودة العادية العالية وعمالها بتنافس على شكل إقليمي وعالمي. وشفت الشباب السعوديين هناك عندهم أفكار كتير ممتازة، بس بدك ناس تنرشم ويعملهم guidance وبنفس الوقت يفتح لهم المجالات كيف تؤدرس الأسواق المش traditional. هذا هو رأيي بالنسبة للسعودية. وبنهاية المقابلة تحكي لنا شوي عن خطتك للتوسع بزي لونش باد بالمنطقة أو كوكووركينج سبيسز. يس اوف كورس. هلا زي لونش باد الموديل اللي عملته بالأردن هو موديل مؤتمت كامل، يعني بدير نفسه من نفسه من ناحية حتى الإضاءة، الممبرشيبس تندفع أونلاين، ما في ستاف. فبعد ما إن شاء الله يصفي فول بروف السيستم، البلانز كانت بسوريا الإكسبانشن، ثم بلبنان، مصر والمغرب وعمان. طبعا إحنا بنعرف الظروف السياسية الراهنة بسوريا وشوي بمصر، فهلا الخطوة الثانية إن شاء الله شكلها بلبنان. أوكي، وإذا الأمور بترجع بنكمل بالبلدان الثانية، وبرضه راح أعملها على أساس مش فردي، على أساس كولابوريتيف مع ناس اللي بحبوا هاي الشغلة بدهم يبنوها ببلادهم، يعني ناس مكملين إلي. يعني مش هدفي التوسع عشان والله المردود المالي فقط، يكون ناس معي مؤمن فيها. فالحمد لله أنا هلا في نقاش مع ناس بلبنان عندهم باشن لهذا الموضوع وزي بدهم تفولو ذا دريم. وليش اخترت هاي الدول اللي هي عمان؟ اوكي، اخترت هاي الدول لانه هاي الدول لسه فيها برايي بول تالنت، تالنت بول سوري، او يعني زي قاعده ابداع، والبلدان ما فيها كثير خلينا نقول سبورت لهذول الناس. بس بتعرف دول الخليج فيها سبورت وفيها زخم كبير من هاي المشاريع. فهاي البلدان انا برايي رح نقدر من خلالها نلاقي اللي سميناها المحيط الأزرق من إبداعات، وفيها low cost structure نقدر نعمله، يعني بنية تحتية رخيصة اللي نقدر من خلالها نستغل هاي الإبداعات للأسواق اللي فيها هوامش أكبر من المردود لهذول الناس وتمكين لهم. يعني أنت بتحاول تروح على المحل اللي لسه مش محروث، يعني بدك تحرث الارض لسه الخصبه. المحلات الثانيه في مجالات وفي مستثمرين، ومنها كمان على اساس احنا من خلال اتصالاتي اجيب لهم ان شاء الله، بس مش وعد، يعني اشبكهم مع المستثمرين ينمي هالبلدان اللي فيها، لانه احنا بالنسبه لنا هاي البلدان ما عمرنا تفاعلنا معها كثير. قابلتنا في سؤال بنحب نساله لجميع ضيوفنا، ايش في نصائح وتوجيهات تحب تقدمها للرياديين العرب؟ بدنا نتذكر شغلة كتير كتير مهمة وهي موجودة بديننا وموجودة بكل الأديان وبالحضارات، إنه أي ريادي رح يواجه صعاب. فمثلا الكلمة كرايسس أو أزمة بالصيني مكونة من شعارين، الشعار الأول اللي هو خطر، والشعار الثاني لنفس الكلمة اللي هو الفرصة. وبديننا بقول إن بعد كل عسر يسرى وبعيدها. فاللي بدي أقوله للرياديين النصيحة الأولى إنه الفشل مش عيب، الفشل هو الطريق للنجاح ولازم تتعلم منه. إمتى بيصير فشل؟ لما تعيش نفس الغلطة مرتين. هذه نصيحتي الأولى، إنه لازم يضل الواحد يثابر ويعزم.
اثنين اتباع اخلاقيات الدين اللي موجود وبعلمنا كثير شغلات، ان الله احب انسان عامل عملا ان يتقنه. يعني اذا كل انسان اشتغل بقلبه رب واتبع اخلاقيات العمل اللي هي متعارف عليها او اخلاقيات العمل اللي بالدين، حتى لو كان موظف او لو كان انتربرينير او ريادي، انا برايي رح ينجح. ثلاثة، انه ما يهكل هم الناس شو بيحكوا. اذا هو مقتنع بفكرته ومؤمن فيها وبحبها يتابعها، بس بده يدفع ثمنها. ما بصير يلوم غيره. انت لما تتابع حلمك فيه صعاب، ما بتلوم غيرك على فشلك بحلمك او نجاحك، ما بتعطي الكريدت لغيرك بنجاحك بحلمك ولا لفشلك. فاذا انت، نصيحتي لكل انسان بيشتغل بشيء ما بحبه، يشتغل بشيء بحبه، حتى لو موظف او ريادي، او اقول لك على مستوى ايش مكان يكون، لانه ساعتها بالنسبه له بتصير حياته جنه على الارض. هذول هم الثلاثه انا دائما بحكيهم للكل. وانا تغييري لحياتي بعد 25 سنه كان من احد هاي المبادئ. شكرا لك نبال. ثانك يو كثير نبال. ثانك يو كثير. ثانك يو.